أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المناظرة اليومية. الإسلام يمر بأزمة في كل مكان بالعالم ويجب أن نتصدى لانعزاله. تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسببة جدلا كبيرا في صفوف مسلمي العالم بشكل عام ومسلمي فرنسا الذين يشكل تعدادهم 6 ملايين نسمة بشكل خاص. الرئيس الفرنسي تعهد بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ما يعتبره تطرفا إسلاميا من تجديد مراقبة مدارس ومساجد المسلمين في فرنسا وتوسيع حظر الحجاب، محذرا من إنشاء القوانين الراديكالية مجتمعا مضادا لا يحترم قوانين البلاد الأساسية. تصريحات ماكرون تأتي بعد نحو أسبوع من عملية طعن وقعت قرب مقر صحيفة شارلي إبدو لنشرها كاريكاتيرا مسيئا للنبي محمد، علما أن الصحيفة استهدفت لنفس السبب قبل 5 سنوات. فرنسا عموما تعد أكثر دولة أوروبية عانت من هجمات المتطرفين، ما يشكل غطاء لتصريحات ماكرون بحسب مؤيديه. في المقابل هناك من ينتقد الرئيس الفرنسي ويقول إنه تبنى مواقف شعبوية ويمينية لنيل أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد عامين، مواقف تغذي رهاب الإسلام في فرنسا الذي ارتفع بأكثر من 50% العام الماضي وحده وتضمن اعتداء لفظيا وكلاميا على أبناء المسلمين ومؤسساتهم. فلنبدأ المناظرة. أرحب بضيفي الكريمين دكتور مناف كيلاني الكاتب والمحلل السياسي ومحامي عام سابق في المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا من باريس، وأيضا ينضم إلينا الأستاذ جان مسيحة المتحدث الرسمي لحزب التجمع الوطني الفرنسي ومستشار لماري لوبين أيضا من باريس. أهلا بك وأبدأ معك أستاذ جان. إذن تصريحات الرئيس الفرنسي يعني أحدثت جدلا واسعا في صفوف المسلمين تحديدا، كان هناك الكثير من التصريحات المضادة من الأزهر، من العلماء، رابطة العلماء المسلمين، من حتى تركيا. لماذا يتطرق الرئيس الفرنسي ويذهب إلى تلك المربعات التي تخلق جدلا واسعا؟ مساء الخير. أولا هو إيمانويل ماكرون أضع كلمات على موضوع هام جدا لفرنسا، وكانت الكوادر الفرنسية السياسية والإعلامية تنفي هذا الواقع على مدار السنين. فلأول مرة في التاريخ إيمانويل ماكرون استهدف واقع بيعاني به فرنسيين كثيرين على الأرض الفرنسية، وهي بوادر انفصالية ثقافيا. طبعا المسلمين اللي حضرتك بتتكلم عليهم سواء في تركيا سواء في مصر طبعا لهم تصريحات تنقض شديدا كلمات إيمانويل ماكرون، ولكن أريد أن أقول أن المسلمين وممثلين المسلمين الفرنسيين رأوا أن تصريحات إيمانويل ماكرون وهي إيجابية لأنها بتفرق ما بين الإسلام المتطرف أو الإسلام السياسي والمسلمين بصفة عامة. فإحنا لو اعتبرنا أن تصريحات إيمانويل ماكرون تهدف المسلمين ككل وهو يتكلم فقط عن الإسلام السياسي، فإحنا كده بندمج الأغلبية الإسلامية التي تريد أن تعيش في سلام في فرنسا واحتراماً للقوانين الفرنسية، بندمجهم مع أقليات إسلامية أو إخوانجية أو إرهابية، وده طبعا أمر خطير جدا وليس حقيقي، لأن أغلبية المسلمين اللي في فرنسا يريدون أن الجمهورية الفرنسية تبقى قوية ويبقى درعها شديد. نعم. اتجاه كل العمليات الانفصالية في فرنسا سواء كانت قانونية أو ثقافية أو دينية. نعم دكتور أمنا، فإذا فرنسيون كثيرون يعانون بوادر انفصالية، هو ما يبرر هذه تصريحات من قبل الرئيس الفرنسي، أليس له الحق في ذلك؟
سيدي نحن ندور في حلقة مفرغة، وما قاله الأستاذ جان مسيحة يصب في هذا المجال. ما هو أصل مشاكل الإسلام في فرنسا؟ كلمة واحدة هي هجرة المسلمين إلى فرنسا وقدومهم بأعداد غفيرة تفوق بكثير الرقم الذي ذكرتموه. منذ 3 سنوات فقط أحد مسؤولي الجمعيات الإسلامية في فرنسا، وطبعا أغلبها لم نكون في كاملها تابعة لفكر الإخوان المسلمين، تحدث عن رقم 12 إلى 13 مليون فرنسي مسلم، مما يعني أن هناك غزو ثقافي. لا يمكن القول بأن هناك عملية اندماج كما قال الأستاذ جان مسيحة للمسلمين في فرنسا، طالما أنهم يحافظون على شيء يسمى الثقافة الإسلامية من بلاد الأصل وارتباطهم ببلاد الأصل، مع وجود ازدواجية بل ثلاثية الجنسيات في بعض الأحيان. ليس هناك أي ولاء للمسلمين في أغلبيتهم لفرنسا بكونهم ما زالوا موالين للوطن الأم، ومن خلال ارتباطاتهم العائلية والثقافية لا يمكن لهم أن يكونوا إلا مجتمع موازي للمجتمع الفرنسي الحقيقي، مما يعني أن نسبة اندماج المسلمين في فرنسا تقرب من الصفر. ولهذا السبب يجب القول أن هناك مشكلة هجرة لم يتفوه بها السيد ماكرون. القول بأن علينا أن نقف الهجرة، الهجرة يجب أن تتوقف بشكل تام أيا كان المصدر، إن كانت من دول أفريقيا الشمالية، من دول أفريقيا السوداء، من الشرق الأوسط، حتى من أبعد من ذلك، من باكستان، من أفغانستان، ومن بلاد أخرى. لا يمكن لفرنسا اليوم أن تتحمل عبء هذه الجحافل الغفيرة القادمة اليوم إلى فرنسا، وأنتظر من السيد مسيحة أن يتفوه بأن يقول هذا الكلام بشكل واضح، أن الحزب الذي ينتمي إليه يحاول دائما أن يتفادى الحديث عن الهجرة وهجرة المسلمين. إذن أستاذ أجان، إذا الهجرة هي السبب وليست المسلمين كما يقول يعني الدكتور منى. طبعا الهجرة، أنا أوافق تماما مع الذي قاله الدكتور من قبل، بس هو طبعا الهجرة مشكلة عويصة لفرنسا، وينبغي إحنا الحزب بتاعنا على الأقل هو الحزب التاريخي الذي بيطلب من 40 سنة وقوف الهجرة من أي بلد كان، فهناك اتهام غير مظبوط متجه إلي وإلى الحزب الذي أمثله، إن إحنا أول ناس شفنا هذه الواقع وأول ناس نبهنا الكوادر السياسية والإعلامية الفرنسية عن خطورة الهجرة المكثفة وخطورة إطار ثقافات أخرى وحضارات أخرى على المجال الفرنسي. فإحنا هنا، وماكرون في نفس الوقت في التصريحات بتاعته قال ذلك، اعترف أن اليوم في 2020 هناك كذا ثقافة وكذا حضارة على الأراضي الفرنسية، وده طبعا حاجة فريدة من نوعها على الأقل في فرنسا تاريخيا. أول مرة في تاريخ فرنسا هناك انفصالية توصل لهذه الدرجة، انفصالية ثقافية ودينية. وطبعا احنا ما بنقولش ان الناس اللي عندنا لازم يندمجوا للقوم الفرنسي، بس الناس اللي هي لا تندمج الى القوم الفرنسي محدش جابرها انها تفضل في القوم الفرنسي. أنا لو حاسس نفسي مغربي، ولو حاسس نفسي سوري، أو حاسس نفسي تونسي، فهنا علي أن أهاجر إلى هذه البلدان لكي أعيش ثقافتي الأموية براحتي. لكن أليست فرنسا الدولة التي تؤمن بالفكر الحر، بالديمقراطية، بالعلمانية؟ إذن لماذا لا تتقبل الحجاب لدى الفتيات المسلمات؟ لماذا لا يتقبلون مثلا الصلاة في للمسلمين الشبان؟ الحجاب، قضية الحجاب بالتحديد، لماذا يوقعون على وثيقة العلمانية وهم لا يعني غير مقتنعين بها؟ لأن الحجاب لا يمثل مسألة قديمة جدا. لبس. نعم أستاذ جان تفضل، سأعود إليك دكتور مناف. الحجاب لا يمثل لبس فقط، الحجاب ليس قشفة من القماش، هي قشفة من الشريعة.
فهناك مشكلة كبيرة لهذا، لأن إحنا ما بنتكلمش على حرية اللبس، إحنا بنتكلم على تطرف ديني. وأنت عارف تعلم تماما أن من 30 أو 40 سنة ما كانش في حد محجب هنا في فرنسا، وحتى في البلاد العربية كان الحجاب بنسبة قليلة. لكن هناك موجة تطرف في العالم الإسلامي بأجمعه، وطبعا الإسلام الفرنسي يعدي برضو في ثقافات منه بتتطرف. فالفرنسا أولا وأخيرا قوم مثل أي قوم. هل أنا مثلا ينفع أن أروح في بلد عربية إسلامية وألبس مثلا لبس صليبي وأنزل أمشي في الشارع بيه؟ طبعا هناك مفيش حاجة تمنعني، القانون لا يمنعني أن أفعل ذلك في هذا البلدان، ولكن ليس معنى ذلك أن البني أدمين أو المواطنين بتاعت هذه البلاد هتقبلني بهذا اللبس. فهناك ثقافة قومية لا تتلخص فقط بالقانون. فعلى المسلمين أو أي ديانة كانت اللي هي عايشين في فرنسا ومعاهم الجنسية الفرنسية أن يحترموا قوميتهم الفرنسية. الناس اللي لا تستطاع أن تحترم هذه القومية هي حرة أنها تروح تعيش في بلد أخرى، تعيش ديانتها وتعيش ثقافتها براحتها. دكتور مناف، المغرب الذي يشعر بقوميته فليذهب إلى المغرب، والذي يريد أن يعيش الفترة الأموية ليذهب إلى بلد يحتضنه. هذا ما قاله وما استمعت إليه، كيف تعلق وتعقب على ذلك؟ سيدي، مسألة الحجاب كما هي الحال بالنسبة لمسألة الصلوات في شوارع مدن كبرى مثل باريس لقطع المرور خلال أيام جمعة، ناهيك عن فترة رمضان طبعا عندما تقطع فيها الحياة في المدن الكبرى الفرنسية. هذه الأمور يمنعها القانون. الأستاذ جان المسيحة قبل قليل تحدث عن مسألة أنها غير متعلقة بالقانون، لكن هناك قوانين فرنسية لا تطبق. الرئيس ماكرون لا بقولتش كده، قلت لا تلخص القوانين بالقانون. التي لا تطبق. ما الذي كويس اسمح لي كمل أستاذ جون. عندما يكون هناك قوانين توضع منذ 30 أو 40 سنة ولا تطبق، معناها هذا يعني أن الدولة تتراجع. وعندما يكون هناك تراجع من الدولة، والطبيعة لا تحب الفراغ، تتقدم كل القوى المعادية، ليس فقط للدولة الفرنسية ولكن المجتمع والثقافة الفرنسية بل الثقافة الأوروبية لحل محلها. وهذا ما يجعل لا القول عن انفصالية، وهذا ما يجعل بؤر واضحة في الأراضي الفرنسية لا يمكن أن يدخلها إلا من يدين بالطاعة للشريعة الإسلامية. وهذا لا يمكن أن يحدث في أي بلد من العالم. الأستاذ جان المسيح قبل قليل تحدث عن الذهاب إلى بلدان عربية والتنزه بزين صليبي، فلنقل بشكل آخر، هل يمكن أن نتخيل أي مواكب إن كانت يهودية أو مسيحية أو من أديان أخرى في بلدان إن كانت عربية وغير عربية ذات أغلبية مسلمة؟ بكل تأكيد لا. ولماذا هذا الأمر يحدث هنا؟ لأن هناك تراجع من الدولة، ولأن الدولة مغيبة، ولأن القرار السياسي مغيب، ولأن الشجاعة السياسية تفتقر إليها الطبقة السياسية بأغلبها. ولهذا السبب سيدي ستستمر الأمور على حالها ومن سيء إلى أسوأ، ونحن في درجة انزلاق نحو الهاوية إن لم يكن هناك تدارك هذا الأمر سريعا، وليس في العام 2022 مع الاحترام للسيدة مارين لوبين طبعا والانتخابات اللي يمكن أن تحدث. إن لم يكن هناك أي إجراء يمكن أن يحدث، بكل تأكيد ستحدث هناك مواجهات دامية وحامية بين لا أطراف شرعية المجتمع الفرنسي، ولكن بين المهاجرين وأبنائهم وبين الفرنسيين من أصل والفرنسيين من أصل فرنسي. تفضل. نعم تفضل أستاذ جان، تعقيبك. الكلام اللي بتقوله حضرتك ده مش هيحصل على الأقل طول ما هو ماكرون في الحكومة. لازم الحكومة تتغير. وبعدين في التصريحات ماكرون في حاجتين من أخطر ما يكون قالهم الرئيس الجمهورية الفرنسية. أولا اعتبر أن الفرنسيين لازم يكون هناك تعليم العربي في المدارس، وفي نفس الوقت لازم يكون اكتشاف للحضارة الإسلامية وللإسلام كدين. أنا كنت متوقع من رئيس الجمهورية أن يجي يتحدث عن الثقافة الفرنسية، كنت متوقع من رئيس الجمهورية الفرنسية أن يجي يطلق تصريح إلى حبه لفرنسا وانتمائه لفرنسا وإجبار أي واحد يحمل الجنسية الفرنسية أن يكون مندمج ويكون ذات يعني قومية إلى البلد الذي يحمل جنسيتها. طبعا هو عمل العكس،
يعني بيطلب مش بيطلب من الناس المهاجرين اللي من ذات أصل عربي أو أصل إسلامي إنهم يندمجوا للقوم ويشجع اكتشاف فرنسا واكتشاف تاريخ فرنسا واكتشاف اللغة الفرنسية لهؤلاء، بل العكس بيشجع الاندماج من الناحية الأخرى. يعني هو بيطلب من فرنسا أنها تندمج للشعوب الجديدة والثقافات الجديدة والأديان الجديدة اللي موجودة على الأراضي الفرنسية، وده طبعا من أخطر ما يكون. تاني حاجة بس هخلص في النقطة دي، تاني حاجة من أخطر ما يكون إن هو أدعى المسؤولية للوضع اليأس الحالي إلى الجمهورية الفرنسية، وقال إن الجمهورية الفرنسية هي اللي مسؤولة عن هذا الوضع، لأن إحنا طبعا حسب ما قال ماكرون إن إحنا رميناهم في بلاد بعيدة عن المراكز القومية، وإن إحنا ما استقبلناهمش بطريقة يعني كويسة أو جيدة. طبعا كل الكلام ده غلط. هذه الأحياء اللي يعيش فيها الأغلبيات الإسلامية كانت من 50 سنة كان يسكنها فرنسيين بسطاء، وكانت الأحياء دي يعني كويسة جدا والمعيشة فيها كويسة جدا. لما حصل تغيير في الشعوب حصل تغيير من هذا البيئة. حضرتك تنتقد الرئيس الفرنسي، لكن هناك على الصعيد الآخر هناك من ينتقدون الرئيس الفرنسي لتصريحاته ويقولون إنه ربما انزلق إلى مثل هذه التصريحات بسبب تبني مواقف شعبوية تحضيرا للانتخابات المقبلة بعد عامين. هل تتفق مع ذلك؟ ما هي الشعبوية؟ إن كان الشعبوية الواحد يفتح عينيه للواقع اللي أمامه ويضع كلمات عن الواقع اللي أمامه، فهذا مش شعبوية. الفرنسيين بيطلبوا من الكوادر اللي انتخبوها إن يشوفوا الواقع اللي هم عايشين فيه عشان يحاولوا يحلوه، لا يطلبوا من الكوادر إن يعيشوا في أحلام ويعيشوا في إيديولوجيات لا واقع لها. وده اللي بيحصل من 40 سنة، وهو ده اللي جابنا للمرحلة اللي احنا فيها النهاردة. نعم دكتور مناف، أيضا يعني فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي عانت من هجمات المتطرفين، هذا ما يقوله أيضا يعني مؤيدو الرئيس الفرنسي وتصريحاته. ولذلك السبب واضح وبسيط جدا، وهو أن أعداد المسلمين في فرنسا يطفو عن 20% من الشعب الفرنسي أي الذي يعيش في فرنسا. سيدي الأراضي الفرنسية لا تتحمل أكثر من 60 مليون من السكان، اليوم هناك أكثر من 70 مليون من السكان زائد الذين لم يسجلوا، الذين دخلوا بدون أوراق ولم يسجلوا في الدوائر الرسمية، مما يعني أن هناك كم هائل لا يمكن أن تتحمل فرنسا. ومن هنا سيدي لا يمكن أن نتحمل بكل تأكيد أي موجات هجرة جديدة بحجة الهجرة أو بحجة اللجوء، لأنها في جميع الأحوال تصب في مجال واحد اسمه، اسمح لي باستعمال هذه الكلمة دون أن أجرح شعور أحد، اسمه الغزو. لأن الثقافة الإسلامية سيدي مع الاحترام للجميع قائمة منذ نشأ الثقافة الإسلامية، مع الاحترام للدين الإسلامي وليس الثقافة الإسلامية، هي ثقافة غزو، وهي الذي جعلت الدين الإسلامي يمتد في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب لا يمكن أن ننزع من نفوس وعقول الذين قدموا إن كان من 20 سنة أو 30 سنة هذه العقلية. وأنت بهذه النقطة سمحت، الإجراءات التي كان يجب أن يتخذها أي رئيس فرنسي منذ عهد شيراك، منذ عهد ميتيران وحتى الآن، وشكل بسيط: أولا إعادة النظر في جميع التجنيسات التي حدثت، إعادة نظر في قانون التجنيس الذي يجب أن يعتمد فقط على صلة الدم أو الخدمات التي قدمت إلى فرنسا، وكذلك منع الازدواجية أو ثلاثية الجنسية، وكذلك إعادة جميع من ليس له أي اتصال أو اندماج في المجتمع الفرنسي في بلاده. وهذا أمر بسيط جدا ولكن يحتاج إلى شجاعة سياسية. كما تفضل أستاذ جان مسيحة، لا يمكن أن نعتمد على هذا الحكم اليوم ولا على لكن تصريحات الرئيس الفرنسي. نعم دكتور، يعني تصريحات الرئيس الفرنسي جاءت بعد أقل من أسبوع من وقوع حادثة طعن بالقرب من مقر صحيفة شارل إبدو لنشرها كاريكاتيرا مسيئا للنبي محمد. هو لحد اليوم كان الكوادر السياسية. أستاذ جان، تعقيب صغير يعني سأوجه ذات السؤال إليك، تعقيب صغير من دكتور مناف، تفضل. ماشي، أنا كنت أود أن أقول فقط على السريع أن من 40 سنة الاعتقاد لكوادر السياسية الفرنسية أن هناك لا علاقة ما بين الإرهاب والهجرة، وطبعا كل يوم بيجيب
أثبات عكسية لهذه الإيديولوجية. وآخر إثبات حصل وتم هو هذا المتطرف الإسلامي الباكستاني الذي ضرب بسكين فردين جنب شارلي إبدو. فطبعا هناك اتصال أو ارتباط ما بين الهجرة والإسلام والتطرف الإسلامي. فطبعا الحنفية الرئيسية هي الهجرة. طول ما الحنفية دي ما اتقفلتش هيحصل زي ما قال الدكتور غزو ثقافي، وفي نفس الوقت الى في الاخر زي المرحله الاخيره للتطرف الاسلامي هو الارهاب. فلازم الدائره دي لازم تنكسر بايقاف الهجره وتحليل ووجد حل للمساله الاسلاميه باستوطانها او بالنسبه للناس اللي هي لا تريد ان تعيش كفرنسيين في فرنسا. ماذا عما يحملون الجنسيه الفرنسيه؟ ماذا عن المسلمين المتدينين الذين يحملون الجنسيه الفرنسيه استاذ جان؟ ما حضرتك الجنسيه دي ليست فقط كارت، هو مش بس وثيقه سفر. الجنسية دي لها معنى عنقي، لها معنى ثقافي، لها معنى انتمائي. مش معنى ان واحد يحمل جنسية بلد معنى كده ان في هذه الجنسية يوجد الثقافة ويوجد الانتماء. وهي دي المشكلة الكبرى في فرنسا. يعني في حاجة اسمها قانون الأرض بيمنح أي واحد بيتولد في فرنسا أن يأخذ الجنسية الفرنسية. أنا مثلا بنتي مولودة في الإمارات عمرها ما هتاخد الجنسية الإماراتية، ولا في أي بلد في العالم غير في بعض البلاد اللي هي متعددة الثقافات زي أمريكا. لكن في فرنسا هذا القانون لازم يتلغي، إلغاء حق ما يسمى حق الأرض. فأي واحد حامل الجنسية الفرنسية ولا حاسس بانتماء قومي إلى فرنسا مش هنديله الاختيار، لازم يختار ما بين قوميته الفرنسية أو قوميته الأخرى. إن كانت قوميته الأخرى عليه أن يهاجر إلى البلد اللي هو معتبر نفسه منها مواطن أو نعم. مقاوم. دكتور مناف، إذن يتقاطع معك أستاذ جان في موضوع الهجرة، لكن ماذا عن موضوع يعني الجنسية الفرنسية؟ وأن من يحمل الجنسية ليس فقط الجنسية هي كارت، إنما عليه أن يندمج تماما مع الثقافة الفرنسية. سيدي، كما قلت في بداية الحديث، نحن ندور في حلقة مفرغة لأن القوانين الفرنسية خاضعة لموافقة الاتحاد الأوروبي، وطبعا قوانين الاتحاد الأوروبي في الدستور الفرنسي هي التي تسود قبل القوانين الفرنسية، مما يعني أن أي إجراء يمكن أن تقوم به أي حكومة فرنسية مرتبط مرهون بالموافقة، موافقة الاتحاد الأوروبي من فوضى أوروبية. وهذا طبعا يقيد جميع الحكومات، وحتى لو الحزب الذي ينتمي إليه السيد جان مسيحة وصل إلى الحكم مع ائتلاف ما، بكل تأكيد فهم سيبقوا تحت رازحين، تحت الضغط، تحت سيادة الاتحاد الأوروبي الذي سيمنع أي قوانين فرنسية وطنية قومية تحمي الفرنسيين من هذه. اسمح لي بالكلام، بكل تأكيد الإجراء الأساسي الأول يبقى هو الخروج من الاتحاد الأوروبي لكي تعود السيادة الأوروبية الفرنسية على حدودها، على قوانينها، على شعوبها. ومن بعد يمكن أن نتحدث عن باقي القوانين التي يمكن أن تسمى. هناك كلمة لم يتلفظ بها أستاذ جان مسيحة وهي كلمة اللجوء. حق اللجوء سيدي مرتبط مرتهن كما يعلم الجميع بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي سترفض دائما أي قرارات يمكن أن تقضي بها أي محكمة فرنسية. بمعنى آخر، بكل تأكيد أيا كانت القرارات التي تأتي بها أي جهة فرنسية فهي تساوي الصفر. نبقى بكل تأكيد تحت حكم يسمى حكم بروكسل، حكم الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن نخرج منه بشكل سريع، وإلا فقد يفوت أوان وستكون هناك أغلبية مسلمة متخلفة قادمة من دول أفريقيا الشمالية ومن دول أفريقيا والشرق الأوسط هي التي ستسود الحكم. نعم دكتور، ابقى معنا. أستاذ جان، قبل أن تعقب لكن سأتوجه إليك أيضا بسؤال. صحيح أن فرنسا من أكثر الدول التي تعاني من هجمات المتطرفين، لكن في المقابل الرهاب الإسلامي ارتفع في فرنسا تقريبا يعني بأكثر من 50% في العام الماضي، وتضمن اعتداء لفظيا وكلاميا على أبناء المسلمين ومؤسساتهم أيضا. كيف تفسر ذلك سريعا لو سمحت؟ سريعا، ان هناك رفض للمجتمع الفرنسي
عن الغزو الثقافي أو ما أسميه الإمبريالية الثقافية والدينية لبعض المجموعات الإسلامية التي مرتبطة بالإخوان المسلمين. وأريد أن أقول للدكتور أن الكلام اللي هو قاله ده شكليا مظبوط لكن عنقيا غلط، لأن أي البلاد الأوروبية أولا هي إرادة سياسية. طبعا الحكم بتاع ماكرو لما يروح بروكسل ويدور على مصلحة أوروبا قبل أن ما يدور على مصلحة بلده مش هينال أي حاجة ومش هيعمل أي حاجة، هو يصبح على طول في موقف ضعف. لكن انت شفت مثلا في المجر لما الاتحاد الأوروبي حاول يفرض على المجر كوتا للمهاجرين، نعم، وان الرئيس المجر أوربان قال لهم مش هنقبل أي مهاجر، أوروبا عملت لهم ايه؟ ولا حاجة. جات قالت لهم أوروبا هتفرض عليكم مخالفات مالية، المجر، نعم، قالت لهم مش هندفع. عملوا ايه؟ لسه ما زال المجر جوه الاتحاد، نعم، الاوروبي، ونفذوا لمخهم دون ان اي قوانين. فطبعا المشكله التجمع الوطني الفرنسي ومستشار لماري لوبين. اعتذر لم يتبقى ادركنا الوقت. دكتور مناف كيلاني الكاتب والمحلل السياسي ومحامي عام سابق في المحكمه الوطنيه لحق اللجوء في فرنسا كنتما معنا من باريس، شكرا جزيلا لكما. وانتم مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم على طيب المتابعه، دمتم بامان الله.